السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل امتحان محافظة الغربية هندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي. ده الامتحان اللي امتحنوه الطلاب النهاردة بتاريخ 22/5. إن شاء الله هنحل الامتحان مع بعض بالكامل بالإجابات التفصيلية. لو حابب تطمن على إجاباتك والمحافظات اللي ما امتحنتش تاخدوا تدريب كويس جدا ليها بأمر الله. طبعا بينزل هنا على القناة حل معظم المحافظات سواء جبر أو هندسة. بسم الله. السؤال الأول بيقول له قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة. خلاص، الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة طبعا احنا عارفين ان هي بتساوي كام؟ بتساوي 90 درجة أو قائمة. بيقول لي ميل المستقيم 3 س ناقص 5 ص بيساوي سالب 7. قلنا ميل الخط المستقيم يا باشمهندس بيساوي سالب معامل س يبقى سالب 3 على معامل ص اللي هو سالب 5. هنبدأ نشيل السالب مع السالب فيفضل لي 3 على الخمسة. 3 على الخمسة اللي هي الاختيار الأول. بيقول لي ألف باء جيم دال شكله رباعي دائري مرسوم داخل دايرة. فلو أنت عايز تفهم الدنيا ارسم دايرة صغيرة كده، ارسم أي شكل رباعي بأي وضع أنت عايزه، مفيش مشكلة خالص. أهو مثلا أدي ألف، أدي باء، أدي جيم، أدي دال. قال لك إن قياس زاوية ألف دي عبارة عن 70 درجة، تمام؟ عايز مني يا باشمهندس قياس القوس باء ألف دال. باء ألف دال اللي هو القوس اللي ورا ده. طيب، ما هي لو دي 70 من الشكل الرباعي الدائري يبقى دي 110. جميل، لان كل زاويتين متقابلتين 180. طب ما هي زاويه ج دي بتقابل القوس ده. طب ما دي زاويه محيطيه يبقى القوس ضعفها ضعف ال 110 يبقى 220 اللي هو الاختيار ده. بيقول لي ألف باء ج د معين. فبص، هو لو وقف من هنا، وقف عند كلمه معين وقال لك عدد الدوائر هتختار صفر. ان هو بيقول لك تمر بالرؤوس ألف وباء وجيم. فانت لو معاك معين اهو اسمه ألف باء جيم دال، فالنقط ألف وباء وجيم دي ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، يعني بتمثل رؤوس مثلث. يعني أنا ممكن يا باشمهندس أرسم دايرة بتمر بالرؤوس يبقى بالنسبة لي واحدة بس. قلنا طالما هو اختار ثلاث رؤوس من أي شكل يبقى دايرة واحدة بس، لأن الثلاث رؤوس دول بيكونوا ليسوا على استقامة واحدة. بيقول له مربع طول ضلع 4 فإن طول قطره. احنا عارفين ان طول قطر المربع بيبقى عبارة عن طول الضلع اللي هو 4 وحط له جذر 2 بكل بساطة، يبقى بالنسبة لي 4 جذر 2. لو عايز ترسم مربع وتبدأ تقول كده اهو، يعني لو انت مش حافظها ارسم مربع ده ب4 وده 4 تستخدم فيثاغورس هيطلع ده برضه ب4 جذر 2. بيقول لي عدد ارتفاعات المثلث المتساوي الساقين ما يلخبطكش. عدد الارتفاعات او عدد محاور عدد المتوسطات لأي مثلث ارتفاعات أو متوسطات هم 3، دول ثابتين. إنما لو كان بيقول لك محور تماثل هتختار واحد، فخلي بالك من دي. إنما عدد الارتفاعات أو عدد المتوسطات دايما ثابتة في أي مثلث بيساوي 3. السؤال الثاني أ بيقول لي أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة مركزها م. الميم ده العمودي على الباء ج، تمام؟ يبقى إذا الزاوية 90. الميم هي عمودي على الألف ج، كتر خيره برضه الزاوية دي إيه؟ 90. أثبت أن محيط المثلث ج د ه، ج د ه اللي هو المثلث ده بيساوي نص محيط المثلث أ ب ج. طيب، أنا عندي يا باشمهندس الميم ه مار بالمركز، صح؟ تمام. وهو قال لي كمان معلومة إن الميم ه عمودي على الألف ج. طب مش كده كده معناه إن الهاء في المنتصف؟ أي حاجة مرة بالمركز وعمودية يبقى إذا ه منتصف الألف ج. يعني ممكن نقول ان الهاء ج بتساوي نص الضلع ا ج وسمي دي رقم واحد. نفس الفكره الناحيه الثانيه، م د مار بالمركز، وقال لي كمان ان الميم د عمودي على الباء ج. اذا يا باشمهندس الدال منتصف الضلع ب ج. لو ده المنتصف ب ج يعني ممكن اقول ان الدال ج عباره عن نص الباء ج. ما لو ضل في النص يبقى قد دي، يبقى دال ج نص الباء ج وسمي دي رقم 2. تاني حاجة، أنا عندي دال في النص وهاء في النص من تانية إعدادي، القطعة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث بتوازي الضلع الثالث وبتساوي نصه. فأقول له بما أن هاء منتصف أ ج فاصلة دال منتصف الباء ج، إذا دال هاء يوازي أ ب. بس مش دي اللي تهمني، اللي تهمني إن الدال هاء عبارة عن نص الأ ب وسمي دي رقم 3. جميل أوي. هقول له بقى بجمع 1 و2 و3. لما تجمع الهاء ج والدال ج والدال هاء، الهاء ج والدال ج والدال هاء هيديك محيط المثلث ج د هاء، لان الثلاث اضلاع هم المحيط. لما تجمع ده نص ونص ونص
يبقى عبارة عن نص في الألف باء زائد الباء جيم زائد الألف جيم اللي هم يعتبروا محيط المثلث الكبير، يبقى نص محيط المثلث ألف ب ج، وهو المطلوب إثباته. مسألة يعني هو مغير فيها ولذيذة. السؤال الثاني بقى بيقول لي في الشكل المقابل أ ب و ج د وطرين متوازيين يبقى الأقواس متساوية. بيقول له قياس زاوية ب أ د اللي هي الزاوية دي عبارة عن 3 س ناقص 5، قياس زاوية أ ه ج ب 25، عايز قيمة السين، سهلة جدا جدا. بقول له بما أن قياس زاوية أ ه ج المحيطية ب 25 درجة، يبقى إذن قياس القوس أ ج ما هو ضعف الزاوية يبقى عبارة عن 2 في 25 بيساوي 50 درجة. وبما أن الوتر أ ب بيوازي الوتر ج د، إذن قياس القوس أ ج بيساوي قياس القوس ب د كل واحد فيهم ب 50، لأن الأ ج ب 50. طب ما هو زاوية ب أ د دي زاوية محيطية برضو عبارة عن نص القوس، تمام؟ أو كان ممكن أقول إن دي محيطية نص القوس ده ودي محيطية نص القوس والأقواس قد بعض، يبقى دي قد دي، بس مفيش مشكلة. قال له إذن قياس زاوية ب أ د المحيطية عبارة عن نص القوس ب د، يعني نص في 50 ب 25 درجة. طب ما هو قال لك بقى أ د ب 3 س ناقص 5، يبقى 3 س ناقص 5 ب 25، هنودي دي الناحية التانية، يبقى 3 س بتساوي 25 و5 يبقى 30، هقسم هنا على 3 وهنا على 3 دي هتروح، يبقى س بتساوي 30 على 3 فيها الكام؟ فيها ال 10. يبقى قيمة السين ب 10 درجات يا باشمهندس، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت. السؤال التالت قال لي بيقول لي في الشكل المقابل أكتر مسألة بتيجي في الامتحان. بيقول لي باء د ممس للدايرة عند باء، س تنتمي لألف ب، س تنتمي لب ج، السين ص بيوازي الباء د، عايز يثبت إن الشكل أ س ص ج، الشكل ده رباعي دائري، سهلة جدا. دي زاوية ممسية بتساوي المحيطية المشتركة معها في نفس القوس، والزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، إذن الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة، اللي هي المسألة خلصت، تمام كده؟ تمام. هقول له بما أن ب د مماس، إذن قياس زاوية أ ب د المماسية تساوي قياس زاوية أ ج ب المحيطية، تمام كده؟ وسمي دي رقم واحد، ومش عيب إن أنت تقول له إن هما مشتركان في القوس أ ب. طيب بما أن الباء د شعاع بيوازي السين ص، إذن قياس زاوية أ ب د تساوي قياس زاوية باء س ص، باء س ص الكلام ده بالتبادل حرف زد، ودي رقم اتنين. من واحد واتنين هتلاقي إن في زاوية متكررة اللي هي الألف ب د، يبقى إذن قياس زاوية أ ج ب تساوي قياس زاوية ب س ص. ركز بقى معايا، اثبتت ان ب س ص بتساوي زاوية أ ج ب اللي هي دي خارجة تساوي المقابلة للمجاورة ليها. اقول له خارجة تساوي المقابلة للمجاورة لها، اذا يا باشمهندس الشكل أ س ص ج رباعي دائري، خلاص كده بس كده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي أ ب ج د رباعي دائري هو اللي قال لي، قال لي قياس زاوية أ د ب ب 30، قياس زاوية ب ج د ب 70، عايز قياس زاوية أ ب د اللي هي الزاوية دي. مفيش أسهل من كده، بما أن أ ب ج د رباعي دائري، إذن قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج المفروض يا باشمهندس ب 180. طب أنا معايا زاوية ج ب 70، أقول له إذن قياس زاوية أ عبارة عن 180 ناقص 70 يبقى 110 درجة. أقول له في المثلث أ ب د، انت الوقت معاك دي 110 ودي 30، بما ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180 على طول تكتبها، اذا قياس زاويه أ ب د عباره عن 180 ناقص معايا 110 زود عليها 30، 110 و30 140، 180 ناقص 140 يبقى بالنسبه لي 40 درجه، يبقى انا وصلت لزاويه أ ب د ب 40 درجه وهو المطلوب. السؤال اللي بعده يا باشمهندس اعتقد ده سؤال حليناه في امتحان محافظه امبارح، يعني بيقول لي ا ب قطر في الدائره م قياس زاويه ج م د ب 70، لو دي ب 70 يبقى قياس القوس ده برضه ب 70، قياس القوس ا ج الى قياس القوس ب د 5 الى 6، عايز قياس القوس ا ج د. طيب اول حاجه اقول له بما ان قياس زاويه ج م د المركزيه تساوي 70 درجه، اذا قياس القوس ج د برضه ب 70، بما ان ا ب قطر، طالما قطر يبقى الثلاث اقواس دول ب 180، اذا القوس ا ج زائد القوس ب د زائد القوس ج د
المفروض ب 180 درجة. طب ما القوس ج د ده أصلا ب 70، هوديها الناحية التانية، يبقى القوس أ ج زائد القوس ب د المفروض بيساوي 180 ناقص 70 يعني 110 درجة. فبقول لك قياس القوس إلى قياس القوس 5 إلى 6، فأقول له بفرض القوس أ ج بيساوي 5 س وفرض القوس ب د ب 6 س، طالما في نسبة. طب ما هو مجموعهم ب 110، يبقى 5 س زائد 6 س ب 110 يعني 11 س ب 110. اقسم هنا على 11 وهنا على 11، دي هتروح، يبقى الس بتساوي 110 على 11، يبقى 10 درجات. هو عايز قياس القوس أ ج د اللي هما الاتنين دول مع بعض، يبقى أنا عايز أ ج، أقول له قياس القوس أ ج. أنت فرض الأ ج ب 5 س، يبقى 5 في 10 بيساوي 50 درجة. إذا قياس القوس أ ج د، جبت أنت ده ب 50 وده ب 70، يبقى 50 زائد 70 ب 120 درجة، وهو المطلوب إثباته. السؤال الرابع ب بيقول لي في الشكل المقابل س أ و س ب ممسان للدايرة عند أ و ب، قياس زاوية أ س ب ب 80، قياس زاوية د ج ب ب 130. عايز يثبت إن الألف د اللي هو ده يوازي السين ب. لو قدرت أثبت إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، يبقى فيه توازي. طيب أقول بما أن س أ و س ب ممسان، تمام، أكيد إن هما متساويين، يبقى الألف س بيساوي الباء س، يعني ده مثلث متساوي الساقين. يبقى قياس زاوية س أ ب بتساوي قياس زاوية س ب أ، عبارة عن 180، أشيل منها ال 80 وأقسم على الاتنين، 180 ناقص 80 100 على الاتنين، يبقى 50 درجة. كلام عظيم، أسمي دي واحد. بما أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري، صح كده؟ تمام. إذا قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج ب 180 درجة. هقول له إذا قياس زاوية أ على طول عبارة عن 180 ناقص 130، 50 درجة، لأن دي ب 130 ودي رقم 2. أقول له من 1 و2، إذا قياس زاوية، ركز بقى معايا، أنا عندي كده اللي أنا عايزها س ب أ بتساوي قياس زاوية د أ ب، د أ ب بتساوي 50 درجة. طيب وهما في وضع تبادل، طالما هما الاتنين في وضع تبادل، إذا الألف د بيوازي السين ب. السؤال الخامس أ يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل أ ب بيساوي أ د قياس زاوية أ ب 70، إذا الزاوية دي ب 70، قياس زاوية أ ب ج ب 125. أثبت أن ب ج، حدد بقى المماس، يلا أدي الباء ج اللي هو الضلع ده، مماس الدائرة تمر برؤوس المثلث أ ب د، يبقى أنا عايز أثبت إن الزاوية ما بين المماس وأقرب ضلع اللي هي الزاوية دي بتساوي الزاوية اللي في وش الضلع اللي هي الزاوية دي. بكل بساطة، بما أن الألف د يساوي الألف ب، يعني ده مثلث متساوي الساقين، إذا قياس زاوية أ د ب بتساوي قياس زاوية أ ب د، عبارة عن 180 ناقص 70 على الاتنين، 180 ناقص 70 يبقى 110 على الاتنين، يعني 55 درجة. يبقى أنا وصلت إن دي 55 ودي 55. طيب بما أن قياس زاوية أ ب ج بتساوي 125 درجة، الزاوية دي كلها 125، أشيل منها 55، أقول له إذا قياس زاوية د ب ج عبارة عن 125، أشيل منها ال 55 اللي فوق، يعني 70 درجة. أقول له بما أن قياس زاوية د ب ج بتساوي قياس زاوية أ تساوي 70 درجة، كده أثبتت الزاوية بين المماس وأقرب ضلع اللي هي الزاوية 70 دي بتساوي دي. إذا يا باشمهندس الباء ج مماس للدائرة اللي بتمر برؤوس المثلث، فهو مطلوب إثباته. السؤال الخامس باء والأخير بيقول لي ميم ونون دائرتين متقطعتين في أ وباء، ج د المماس، يبقى إذا الزاوية 90، طالما دائرتين متقطعين يبقى خط المركزين عمودي على الوتر المشترك وينصفه. عايز مني د ج ه، د ج ه بكل بساطة مفيش أسهل من كده. بما أن الجيم د مماس للدائرة عند د، إذا النون د عمودي على الجيم د، إذا قياس زاوية جيم د نون أو جيم د جيم مش هتفرق، هتساوي المفروض 90 درجة. بما أن ميم نون خط المركزين، إذا الميم نون عمودي على الألف ب، ولو الميم نون على عمودي على الألف ب، يبقى إذا قياس زاوية جيم هاء نون، جيم هاء نون
بتساوي 90 درجة، الزاوية دي 90. ممكن أقول إن هو رباعي دائري، يبقى دي ودي 180 عادي جدا، وأقول له بما أن الشكل عندي بقى الشكل اسمه ج ه ن د، ج ه ن د رباعي يعني مجموع قياسات زوايا 360، إذا قياس زاوية د ج ه 360 ناقص الثلاث زوايا 90 وكمان 90 و125، 90 و90 180 تمام. يبقى 180 ناقص 25 يبقى 55 درجه، وتاكد برضو من الناتج يا باشمهندس. خلاص المهم ان الاثنين دول مجموعهم 180، لو كانت دي 135 تبقى 45، ولكن لو هي 125 يبقى 55 درجه. بكده يبقى الحمد لله خلصنا امتحان محافظه الغربيه هندسه، امتحان لذيذ وافكاره في المتناول، يمكن التراكمي في سنه او اتنين، بس طالب الشاطر ان شاء الله يجيبهم بكل سهوله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان انا اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.